إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن حد الردة في الكتاب المقدس وعدم قبول الآخر، وإن شاء الله هنرد على المنصرين والعلمانيين اللي بيعترضوا على وجود حد الردة في الإسلام. وعلشان نبقى متفقين إن حد الردة لا يخص الكافر بأي شكل من الأشكال إلا إذا الكافر دخل الإسلام وبعد كده ارتد تاني للكفر، وبعد دخوله الإسلام ارتد تاني للكفر، وبكده هو بيسخر من الإسلام وممكن يفتن ضعاف الإيمان بسبب أفعاله. فعلى الكافر التأكد بكامل حريته من صحة الدين قبل الدخول فيه واعتناق الإسلام بكامل إرادته. طبعا احنا مش بنجبر حد على اعتناق الإسلام، والآيات اللي بتدل على الكلام ده آيات كتير، منها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وكمان لا إكراه في الدين علشان الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طبعا ده لأن أنت اللي محتاج لربنا مش ربنا اللي محتاج لك. ليه بقى الاعتراض على حد الردة في الإسلام سواء من العلمانيين المسلمين أو من المنصرين اللي عندهم حد الردة برضو؟ وهنشوف نصوص من الكتاب المقدس فيها تطبيق حد الردة. هنشوف في سفر التثنية الإصحاح 13 عدد 6 وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قتلا تقتله يدك تكون عليه أولا لقتله ثم أيدي جميع الشعب أخيرا ترجمه بالحجارة حتى يموت لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. وفي نص تاني عن قتل مدينة بأكملها لو ارتدت. هنشوف مع بعض سفر التثنية إصحاح 13 عدد 13 قد خرج أناس بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوها وفحصت وفتشت وسألت جيدا وإذا الأمر صحيح وأكيد قد عمل ذلك الركس في وسطك فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف. وفي نص تاني في عبرانيين من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة.
وطبعا التاريخ عمره ما ينسى تطبيق حد الردة على بتول حداد، وهي فتاة من الأردن تركت المسيحية فقتلها أبوها، فمن الواضح أنه طبق تعليم الكتاب المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا إلى هذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنا زياد رشدي حداد من مواليد 75 الوهادنة، ابن عم المغدورة الشهيدة بتول جهاد حداد. الشهيدة بتول حداد التي قتلت تحت أيدي مجرمين من قبل أبوها ومن قبل أمامها، نطالب الحكومة الأردنية وقضاء العادل بأقصى العقوبة على هؤلاء المجرمين. وأنا كل ثقة بقضائنا العادل بأن ينزل أقصى العقوبة على هؤلاء. اللي صار بالضبط أن هذه البنت من قبل 3 شهور أسلمت وأعلنت إسلامها وعرفوا أهلها وقاموا بتعذيبها وجروها على منطقة جبال بالشجر والحروث، وقاموا بتكسير رجليها وديها، وقاموا بدخول بطنها إلى سيخ حديد دخلوا بطنها، وبعد ذلك لم يتأكدوا من وفاتها فجابوا صخرة كبيرة يتجاوز وزنها فوق 70 كيلو وضغطوها على رأسها وظلوا يضربوا فيها حتى بجوز طلع مخها من رأسها. متى بالضبط؟ هذه من قبل يومين. وطالب الحكومة الأردنية بأقصى العقوبة على هؤلاء المجرمين، لأن هذه دخلت الإسلام ولا حق علينا، وهي مش بنت عم بس، هي بنت عمنا كلياتنا وهي حق على الإسلام. انت كم الى مسلم؟ انا إلي في الاسلام الحمد لله 13 سنة. هل وجهت تهديدات؟ واجهت تهديدات بداية اسلامي، ولكن الان ما وجدت تهديدات، ولكن الان انا بعد هذا كله خايف على حالي وخايف على اولادي، فاطالب الحماية من الحكومة الاردنية، لاني انا لحد الان انا ما انا واثق اني اروح ولا اجي، لاني انا صراحة مش خايف من خوف منهم، لكن خايف من غدر منهم جماعة غدارين. وقبل بتول حداد برضو تم تطبيق حد الردة على الفتاة المصرية وفاء قسطنطين، طبعا لانها قررت ترك المسيحية واعتناق الدين الاسلامي. ومن قبلها اتقتلت الاخت كاميليا شحاتة اللي اعتنقت الاسلام في مصر. فجر الدكتور زغلول النجار مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اكد ان السيدة وفاء قسطنطين قتلت في وادي النطرون، وانه علم بطريقة غير مباشرة انهم قتلوها لانها رفضت ان ترتد عن الاسلام. وقال النجار لصحيفة الخميس المصرية: انا قمت باهداء اخر كتاب لي اليها وسميتها شهيدة العصر، لانها اثبتت باعتزازها بتوحيد الله سبحانه وتعالى ان الايمان بالله الواحد هو افضل ما في الوجود. وهي قالت في اخر مؤتمر صحفي: انا اسلمت بسبب مقال دكتور زغلول النجار. ثم يقول الدكتور: وهذا يكفيني شرفة. والمعروف ان السيدة وفاء اعتنقت الاسلام ثم اجبرت بعد التهديد على الارتداد الى المسيحية، وانتقلت الى دير وادي النطرون نهاية عام 2004 بناء على اوامر البابا شنودة الثالث، ولم تعد لبلدتها مرة اخرى، مما دفع عشرات من المحامين لتقديم بلاغات رسمية للنائب العام يطالبون فيها بالتحقيق في واقعة اختفاء وفاء قسطنطين وحجبها عن زوجها واسرتها. فطالبوا بخضوع وادي النطرون للتفتيش الصحي والقضائي والامني والاهلي لمعرفة مصير المحتجزين داخله، وهل هم موجودون هناك بارادتهم ام تحت ضغط. وتعود القضية الى شهر تموز يوليو الماضي، عندما اختفت زوجة كاهن كنيسة مار جرجس في محافظة المنيا بصعيد مصر لاسابيع، وباشرت اسرتها البحث عنها. وعندما طالت فترة غيابها تظاهر عشرات المسيحيين حتى اعتقلتها الشرطة، التي اعلنت وقتها ان اختفائها كان لخلافات عائلية.
ومنذئذ تلاحقت الأخبار عن أن المرأة اعتنقت الإسلام منذ أكثر من عام، وأنها كانت في طريقها إلى الأزهر لإشهار إسلامها قبل أن يلقى عليها القبض وتسلم إلى زوجها، ومن ثم إلى أسقف دير مواس الذي وضعها في أحد بيوت المغتربات بالقاهرة، حيث تخضع لتأهيل نفسي على حد تعبير الكنيسة. وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات المصرية على تسليم زوجة قس بعد إسلامها إلى الكنيسة، إذ سبق أن سلمت وفاء قسطنطين زوجة أحد قساوسة محافظة البحيرة في دلتا مصر إلى الكنيسة قبل عدة سنوات، حيث ما زال مصيرها مجهولا حتى الآن رغم الدعاوى القضائية التي رفعت للكشف عن مصيرها. هي فين دلوقتي سيدة كاملة شحات؟ انت مالك برد؟ البعض فعلا بيسأل هي فين؟ هم مال؟ يعني الاول انا مالي وبعدين هم مال؟ اه طبعا. اي انسان في الدنيا من حقها ان توجد حيثما ارادت. يعني مش هترجع بيتها؟ اسألها. ما انا مش عارف هي فين عشان اسألها. وانت عايز تسألها عشان اطمن بس والرأي العام ايه؟ انت منزعج انا عشان تطمن؟ لا خالص، بس انا مهمتي انه في تطمين للرأي العام. ومين قال ان الرأي العام منزعج؟ أما عن النص الخاص بعدم قبول الآخر وللإيمان المسيحي مش بيعترف به، ومن الإنجيل ومن رسالة يوحنا الثانية الإصحاح الأول عدد 10: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. اللي يترك مسيحيته ويروح للإسلام بخيانة عظمى ولا بد من عقابهم، واللي يترك المسيحية ويروح للإسلام، المسيحي اللي ساب المسيحية ودخل الإسلام هذا الشخص يبقى عمل خيانة عظمى ويقتل. فليه بقى المناصر التافه اللي اسمه رشيد لا ينتقد هذا من الانجيل، ولا العلماني المدعو اسلام بحيري ليه مش بينتقد الانجيل في هذه النصوص، ولا هم بس ما وراهمش غير الاسلام واما الكتاب المقدس بالنسبه لهم اللي هو مليان بالكوارث بالنسبه لهم خط احمر ممنوع الاقتراب منه. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.